بعد صمت طويل في برا 18 يختار ويخرج عن صمته. أي صمت أي عرض أي طول، جعل رب ليت لا يسعد مساك. إيش ذا الصمت الطويل اللي تقول الله أعلم يا الحميدي وش وراك؟ أنت مالك عندنا أي قبول، مستفز إن كان هذا محتواك. أنت جيت تخاطب أصحاب العقول وما يشرفنا نشوف اللي معاك. يا الحميدي أقسم برب الرسول، كل ما حاولت أبرر لك خطاك ردني خطبك وضربك في الميول وعنوتك في خلق هذا الاشتباك. أركض وراعي المشاعر والأصول واحترم نفسك قبل ترمي ذاك. أنت تدري الشخص ذا سوى فصول وسار بالنادي المبجل للهلاك، حمل النادي ملايين الحمول قبل يزرع بيننا الغام العراك، ودام جبته بعد آفات الفعول إفذا ترى قدرك وهذا مستواك. ما يبرر سوءته حكي عسول لو بكى في حضنك وعانق مداك. له سنة قاعد يغذي في الطبول وحواهم من هناك ومن هناك، حط عينه للخراميم الذيول ومن حياة المشهد أبعدهم كلاك. فيهم اللي حاول يصول ويجول، وفيهم اللي بان فيه الارتباك، وفيهم اللي خف جدران معزول ما ظهر حتى شعر بالانتهاك. كان أفضل حل له بين الحلول يبعد الجمهور عن ذا الاحتكاك. كل هذا لجله يتم الحصول ولجل يفضل جوله من ذا وذاك، وانت جيت اليوم يدفعك الفضول تستفز وليتك تثم حكاك. جعل صمته داخل احشاءه يطول وما لفه برا 18 وجاك. يا الحميدي ليه تختار النزول وانت كنت بعز في عالي سماك؟ آخر أبياتي قبل لسك يزول، خذ معك برنامجك منك وراك.